طيب يا حبيبتي، طيب يلا أكلمك بعدين. حبيبتي وحبيبتي دي بقى ايه اللي مصحيها لغاية دلوقتي؟ بتكلمي مين يا بطة؟ دي دي ولا ده بتكلمي مين يا بطة؟ دي واحدة صاحبتي. بدأنا الموضوع بكده يبقى هتشوفي وش مني زي الزفت. بتكلمي مين يا بت؟ بص بصراحة يا آدم، ده واحد اسمه مرزوق. مين مرزوق ده؟ ولا بيزفت ايه؟ ولا عرفتيه فين ده؟ بص يا آدم، أنا هحكي لك على كل حاجة، بس أوعدني إن هو يفضل سر ما بيننا. احكي يا ماما، احكي يا حبيبتي، بس احكي بصراحة. عايز يخطبني. كلمة جد؟ طب ولما هو عايز يخطبك بجد بقى ما جاش لي البيت قابلنا؟ انا اللي ما كنتش عايزه، كنت مستنيه الوقت المناسب. وامتى بقى روح خالتك الوقت المناسب؟ اللي تشوفه يا ادم. انا عايز اقابل الواد ده. اتفقنا؟ اتفقنا. كبرت يا بنت؟ تتخطبي؟ ها؟ تعالي كمان واحد.